ربنا صلي على خير الورى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا نبي التوبة. الطريق إلى التوفيق في عمل الحق الذي أرسل الله به رسوله إنما يبدأ بالتوبة الخالصة النصوح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش في جو من التوبة مستمر. روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. وما كانت توبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذنب، وحاشاه صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم. وما كانت توبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غفلة، كلا وحاشاه صلوات الله وسلامه عليه. وإنما كانت توبة رسول الله صلى الله عليه وسلم توبة عبادة وتوبة عبودية، ومن أجل ذلك كان يكثر منها عبادة وعبودية، وكان يكثر منها ليكون في داخل الإطار الذي رسمه الله سبحانه وتعالى بقوله: إن الله يحب التوابين. والتوابون هم الذين يكثرون من التوبة. وإن للتوبة الصادقة خصائص: إنها أولا تخرج الشيطان من القلب فيصبح طاهرا بريئا من كل دنس، وهذا هو المغزى العميق من وراء كل الجدل والمماراة في حادث شق الصدر. وإذا أخذنا شق الصدر بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم بمثابة التوبة بالنسبة لنا، فإننا نقول إن من خصائص التوبة حينما تتكرر في صدق وإخلاص أن تملأ القلب سكينة. بالتوبة الصادقة يلقي الإنسان بنفسه في الرحاب الإلهي فيسكن إلى الله، وكفى بالله هاديا وكفى بالله نصيرا. في التوبة تسليم، وفي التوبة توحيد، وفي التوبة توكل على الله فيمتلئ القلب سكينة. إذا تكررت التوبة انتهت بحب الله العبد المكثر من التوبة: إن الله يحب التوابين. وكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا نبي التوبة، معناها في النهاية: أنا النبي الذي أتيت راسما الطريق الذي يسير بالإنسان في خطوات منتظمة رتيبة إلى استخراج حظ الشيطان من القلب، ثم إلى امتلاء القلب سكينة، ثم إلى امتلاء القلب حكمة، ثم إلى حب الله سبحانه وتعالى لعبده التائب. ربنا يا ربنا يا ربنا، ربنا صلي على خير الورى. هل دعاك الشوق يوما للسرى نحو بيت الله في أمة